الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عز العسلامة ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. إذا اليوم حنحضر معكم كما راكو تشوفوا هاد الفطيرة المحشية بالخضر، فطيرة ولا أروع، خفيفة وبنينة وهشيشة واقتصادية وما تاخدش وقت طويل في التحضير. إذا حبيباتي قبل ما نبدأ في تحضير ومقادير هاد الفطيرة ولا الخبزة المحشية، فضلا وليس أمرا دعموا القناة تاعي بجيم كومنتير واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وبرتجوا قناتي مع أحبابكم أصحابكم عائلتكم والناس اللي تحبوهم واللي ما تحبوهمش. حبيباتي الآن تبقوا معايا باش تشوفوا مقادير وطريقة تحضير هاد الفطيرة اللذيذة والرائعة. قعدوا معايا وما تبعدوش. حبيباتي هنا بسم الله نبداو على بركة الله في مقادير تحضير هاد الخبزة المحشية. هنا في ان ريسيبيون درت زوج كيسان تاع الفارينة معمرين، هنا عندي نص كاس حليب، حبة بيض، البياض، لاباط والصفر باش نحطها فوق برك لاباط، تلت مغارف تاع ماكلة زيت السونغو، ولا تحبوا تخلطوا بزيت الزيتون كيما حبيتوا، هذا لكم حرية الاختيار. هنا مغرفة ونص تاع السكر تاع ماكلة ومغرفة تاع خميرة تاع العجين والملح، هادو هما المقادير اللي نحتاجوهم. هنا حبيباتي بسم الله في الغيسيبيون تاعي ندير هادوك المكونات الجافة، بمعنى ندير السكر، الخميرة، وندير هادوك تلت مغارف تاع ماكلة الزيت. نتوما كيما سبق وقلت لكم تحبوا ديروا زيت الزيتون تعوضوها بزيت السونغو ولا تخلطوا كيما حبيتوا. نزيد الرشة تاع الملح، بون نديروا كمان كمية تاع الملح، ونزيد ايضا بياض البيض. الصفر هذاك نخليه فيما بعد، نحتاجه فيما بعد. بالنسبة للملح كيما سبق وقلت ديروا كمية لأنه هي فطيرة مالحة ماشي حلوة، إذا ديروا كمية كمان، ديروا واحد المغرفة تاع أتاي هكذاك، ونخلط مليح هاد المكونات هاد لي زانغغيديون سي نخلطهم. أنا كحاجة برك ثانوية درت لي زارب دو بروفونس وبيان الأعشاب العطرية لأني نحبهم في لاباط تاعي كي تكون سالي، ولا نتوما تحبوا ديرو تحبوا ما ديروش. هاد لاباط هادي ما تحتاج ني تلك ني عجين ني حتى حاجة، لموها وخلوها تريح. هذا ما كان كيما انا هنا راني ندير الحليب بالعقل بشويه بشويه، على خاطر كاين لافارين اللي تشرب كاين لافارين اللي ما تشربش. الوغ نتوما عينكم ميزانكم، لاباط ما تكون جاريه ما تكون يابسه، تكون نورمال حكمه روحها برك. واذا نتوما لافارين تاعكم تشرب زيدوا عليها شويه الماء وليو تزيدوا الحليب، ولا زيدوا الحليب كون فو فولي. هنايا غير نجمعها نغطيها بالفيلم اليمونتير او بالورق الغذائي الشفاف ونخليها تريح، ونروح نشوفوا مقادير الحشوة تاعنا ولا لافارس ديالنا ونحضروها مع بعض. هنا حبيباتي المقادير اللي نحتاجهم، هنا عندي الزيت لافارس تاعي نستعمل هاد الزيت، عن الملح عندي فلفل دريس، الزنجبيل، فلفل كحل مخلط مع فلفل بيض، راس الحانوت، و التوم مرحية ولا التوم بودرة. وهنا أيضا عندي حبيبة طوماطيش مقطعة صغير، سنينة توم، فلفل مقطع صغير، شوية فيونداشي سي فاكولتاتيف اختياري تقدروا ما تديروش، شوية طومات كونسونتخي وشوية هريسة، وحبة بصل صغيرة مقطعة بتي دي ولا بتي كاري كون فولي. هنا حبيباتي بسم الله في المقلة تاعي ندير زويتا ونحط البصل، نحط كامل الخضر على خطره، يعني ندير كلش ماشي نقلي حاجه بحاجه. دوكا نسبق ندير البصل فوالا، نزيد الفلفل هذاك الطرشي،
فرانشمون بمقادير اقتصاديه موجوده في كل منزل وفي كل بيت وتوجد رابيدمون. وفرانشمون بزاف بنينه، خاصه تقدروا تقدموها افيك اون سوب ولا ما عندي ما نقول لكم. هنا بعد ما حطيت ثاني الطوماطيش هذيك اللي قشرتها وقطعتها هكذا بتي كاري، زدت هذيك شويه لا فيونداشي، شويه لا طوماط كونسونطري الهريسه، دوك ندير في الملح ونزيد ندير لي زيبيس. لي زيبيس انا واش درت، نتوما تحبوا ديروا اضافات واحد اخرين كيما حبيتوا. انا درت هذيك الفلفل الكحل مخلط مع فلفل ابيض، درت راس الحانوت، فلفل دريس حار، ودرت الثوم بودرة والزنجبيل. نتوما تقدروا تنحيوا الهريسه وتعوضوا الفلفل دريس حار بالفلفل عكري، احلو بالنسبه اللي عندهم افراد العائله ما ياكلوش الحار. ونخليهم على نار قليله يتقلوا براحتهم. كيما تعرفوا الفلفل الطوماطيش والبصل يتلقوا الماء تاعهم، الو حتى في التمرق ما نمرقش بزاف، ندير فنجال تاع اتاي مسخون هذا ما كان. صراحه وصفه تستاهل انكم تجربوها. هنا راني نخلط في المكونات، نخلطهم مليح، نحاول نوزع كاع هذوك لي زيبيس وكامل على كامل الخضر. هادو اللي درتهم، نتوما تقدروا تزيدوا لا كورجات، تقدروا تزيدوا طرابي وزروديه كيما حبيتوا. بالنسبه لا فارس ديروا واش يهوالكم، ونخليهم يتقلاو براحتهم. هنا حبيباتي بعد ما تقلاو لي مليح، هنا كيما سبق وقلت لكم درت فنجال تاع اتاي مسخون ونخليه يتشرب كاع هاد الماء وباش نطفيلو ونحي هاد كوتي تبرد. اذا بقاو معايا نروحو نحلو العجينه مع بعض. هنا حبيباتي فوالا فوق لو بلون دو طرافاي تاعي بسم الله حطيت لاباط ديالي. دوكا حنقسمها اعلى تنين ونكورهم شغل دي بول، فوالا دي بول، نحاول نجمعهم ونخليهم يرتاحوا حوالي نقول لكم 5 دقائق 10 دقائق باش تجيني سهله باش نفتحها. عبالكم العجينه باش تخدموها وتطوعكم لازم تخلوها تريح. هنا بسم الله نبدا نفتح لا بروميير بول تاعي. فوالا نحلها على شكل، انا حنحلها دائريه بمعنى شغل مدوره. نتوما تحبوا تحلوها كاغي، مستطيله، مربعه، دائريه، كيما حبيتوا حلوها. هذه على حساب لو بلاطو ديالكم ولا لو مول اللي تحطوها فيها. وتحلوها بسمك رقيق شويه كامل، ماشي بات فايتي، ما تحلوها شويه كامل رقيقه. شوفوا كيفاش حليتها وحطيتها في لو بلاطو تاع بيتزا ديالي، هذاك لو سنيوات هذوك تاع البيتزا تعرفوهم اللي يجوا شغل متقوبين. انا حطيت فيها بابي كويسون وحطيت لاباط من الفوق. ودوكا راني ندير هنايا في لا فارس، ندير راني نستف فيها في الحشوه تاعي. فرانشمون بنينه واش نقول لكم، انا دقتها على كل حال جات بزاف هايله. هاد لا فارس هادي تقدروا بلا ما ديروا هاد لاباط تقدروا تكسروا عليها البيض وتاكلوها، تلمو علي بون شغل تاكلوها شغل تشكتوكا. فوالا نستف لا فارس تاعي، وانا نزيد ندير لها من الفوق جبن الطلي. نتوما تقدروا ديروا فرماج غابي، انا ما حبيتش ندير فرماج غابي، قلت ندير خير جبن الطلي عندي. الوغ هادي كيما تحبوا تقدروا بلا ما تزيدوش ميم با فرماج هكذا، وتحطوا لاباط دوزيام من الفوق. فوالا وصفه سهله، انا حضرتها شوفوا ما بين طيابها وما بين طيابها والخدمه تاعها كامل درتها وجدتها 12 وفطرنا بها نقول لكم زوج غربة. استغفر الله يا ربي، واقع 12 ونص باش درتها، 12 ونص 12 ونص
زوج غربع سما ساعة و ساعة وربع. فوالا الوغ شوفوا كيفاش درت انا الحواف، نتوما تقدروا ما ديروش هاد كيما انايا. دوكا خديت هذاك الصفار البيض درت له شويه خل، درت شويه خل فوالا. علاش انا درت الخل؟ درت الخل بروميامون باش ينحي لي ريحه البيض، وثانيا باش يعطيني لون شباب، لون بني غامق شويه، شغل يطيبها لي بيان من الفوق. وندهنها كامل في كامل الوجه تاع الفطيره ديالي. نتوما هنايا من الفوق تقدروا ديروا جوفتير دي ترونش تاع الفلفل، شغل مقطعين هكذا يفيلي وتستفوهم، تقدروا ديروا البصل، تقدروا ديروا فروماج، واش تحبوا. انا نكتفي، انا دوكا الديكور تاعي من الفوق حندير غير الساندوج وججلان. فوالا هذا ما كان، هذا واش راني رايحه ندير. ونديرها في الفوق تطيب من التحت على درجة 180 درجة، ومن بعد كي تطيب من التحت نشعلها من الفوق باش تطيب وميم طون تتحمر. فوالا دوكا ندير لها السانوج. ونزيد الجلجلان. شوفوا هنا حبيباتي، بعد ما كملت الديكور البسيط جدا اللي درته لها من الفوق، دوكا حنديرها طيب من التحت ومن الفوق، وغير نخرجها نغطيها بالطورشون بوندون دي مينوت هكداك، 7 مينوت دي مينوت. فوالا نغطيها ونخليها واحد 10 دقائق ولا 7 دقائق. شوفوا حبيباتي كيفاش طابت ما شاء الله. دوكا راني غنغطيها ونعاودوا نتلاقاو في صحن التقديم باش نشوفوها مع بعض. حبيباتي شوفوا الفطيرة تاعي كيفاش جات، فرانشمون خفيفة طرية هشيشة بنينة وشابة، واش تحبوا كتر من هكذا. اذا حبيباتي دوك نقطعها معاكم وتشوفوها كيفاش جات من الداخل، خفيفة وطرية ما شاء الله، وصفة رائعة جدا. نتمنى منكم ان شاء الله تجربوها. بهذا حبيباتي لحقنا نهاية الفيديو تاعنا ونهاية الوصفة تاعنا. نقول لكم دعموا القناة تاعي بجام كومنتار اشتراك، وبرتجوا قناتي مع احبابكم صحابكم عائلتكم. وبالنسبة اللي جربوا وصفاتي حطهم لي في الجروب تاعي سور الفيسبوك لو موند دو بيبا بيباتو. بهذا نقول لكم تهلاو في صحيحتكم رويحتكم والديكم ووليداتكم، الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. ربي يلاقينا ان شاء الله في ساعة الخير. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.